حبيبي حبيت الاكل؟ ايه كتير. منين بدك تجيبي مصاري؟ شلون منين بدي اجيب؟ انا معي مصاري عم بشتغل. شو عم تشتغلي؟ عم بعملها اكل لام خلدون وعم تعطيني اجرتي. كل جمعه بدي اجيبك لهون. كل حبيبي كل صحه وهنا. لا ادري لماذا لا تغيب صوره باسمه عن ذهني هذه الايام. باسمه المستسلمه التي بدات خطوتها الاولى في طريق طويل الى ذاتها. كنت أراها في خيالي تعد أنواع الطعام والحلويات وتكسر شيئاً فشيئاً قيد عبوديتها. ألو؟ ما نمتي؟ لا فايقة. أنت ليش ما نمتي لهلأ؟ رياض ما اتصل فيني اليوم. بيكون مشغول أو سافر؟ كان قلي. أنا كنت عارفان إنه مو ممكن يكون في هيك سعادة. هلأ يوم واحد ما اتصل معناتها ما عاد في سعادة؟ أنا قلبي كان حاسسني إنه هالسعادة مو لإلي. معك رقم تليفونه؟ اتصلت اليوم. تركت على الأنسر مشين إنه أنا عم انتظر. لكن هلأ اهدي ونامي وبكرة منحكي. ماشي. بس أنا بعرف حظي. انتي ما بتعرفي شي. باي. ايه لا خلينا نأجل الحديث اليوم لانه انا ما بقدر هلا. لا لا مستحيل ما بقدر اشرح الاسباب هلا.
لكن الواقع الذي ينبغي أن ينظر إليه هو أن هذه الدعوات من الخارج لها ما يبررها أيضا. شو حبيبي؟ خسرت اليوم ولا ربحت؟ لحظة لحظة شوي. الولايات المتحدة الأمريكية لماذا تهتم بالإصلاح اليوم؟ لماذا يكون هناك دعوة خارجية؟ امبارح اتصلت حكى. لحظة قلت لك لحظة بس. قررت منذ ذلك اليوم أن ألتزم الصمت. يام استني شوي بس فهميني هلا زينب شو بدها تعمل لي؟ هي بتعرف وينه، هي قالت انه ما بيغيب عنها ودائما بيتصل فيها. طيب فرضنا انه اتصل فيها وما حكى معي، شو بدك تعملي؟ لك استني شوي ما عم لحقك. اذا اتصل فيها بعرف انه ما بده يتصل فيني، انا كمان هيك ما بقدر. لي اسبوعين ما في غير فكره واحده براسي، ليش ما عم بيحكي معي؟ ليش ما عم بيتصل فيني؟ غشني، نسيني، تركني. طيب هدول شي 20 فكرة مو فكرة واحدة. هدول فكرة واحدة اسمها رياض. مين؟ أنا هيام. رياض اتصل فيك شي؟ ليش من الباب فوتوا؟ لطفية خليكي مسطحة، ما في حدا غريب. خير شو في؟ رياض اتصل فيكي؟ لا آخر مرة شي من أسبوعين. طيب قلو بالعادة يتأخر هيك؟ هو ما بيتصل كل يوم بس أسبوعين كمان كتير. طيب وينه ما بتعرفي؟ لا ما بيقلك يعني؟ هو دائما بيحكي لي عن حاله وشو بيعمل بس أنا شو عندي لأحكي له؟ طيب ما قالك إنه مسافر أو مشغول بشي؟ لا. طيب بيتأخر هيك أنت شو بتعملي؟ بنتظر. بس انا ما عاد فيني انتظر، انا هيك بجن. هو مو قال انه مركز شغله باثينا؟ بلا بس ما معي لا العنوان ولا الايميل. لازم ندور عليه. كيف؟ بالانترنت. وليش ما حكيت الصبح؟ ما بعرف، يمكن ما رح نلاقيه، بس ما في قدامنا غير حل. كانوا يقولوا من زمان اتقل صنعة، بقى لا تدوري عليه ولا تتعبي حالك. وبلكي كان صاير له شيء لا سمح الله. وانا هيك عم فكر، أحياناً بقول إنه ما عم بيقدر يتصل، أحياناً بقول ما بده، أحياناً بقول لما رجع وقعد لحاله وفكر على مهله لحاله في أجنبي بيعمل عملتي بتجوزها وما صار لي يومين بعرفها، وعرف إنه غلطان وقال بلا هالشغلة كلها. لا رياض هادي ورايق وخرج مسؤولية، شو رأيك مرة؟ إيه بس ما بعرف. بس أنا بعرف. يعني انتي لكل 5 أشهر لتشوفي بني آدم بتعرفي؟ عم تخانقيني؟ ما عم خانقك، عم قول الحقيقة. لا منرفزة، معناتها طبتي. لا طبت ولا شي، قلتلك هالمرة ماني قايمة من التخت. طيب طيب مثل ما بدك. مو مثل ما بدي، هي الحقيقة. طيب نحن لازم نمشي. خليكم شربوا قهوة. لا معلش شكرا، مالي قدراني. إذا عرفتوا شي خبروني. وانتي كمان إذا عرفتي شي خبريني. طبعا أكيد. أكيد. هلي لوين بدنا نروح؟ تروحي لعند أمين؟ أيوه مشان الكل يشمت فيني. ما بعرف، خلص ما في غير طريقة، بكرة الصبح من الشغل منحاول. لا بالشغل ما لازم حدا يعرف، بأي وش بدي اشتغل بعدين؟ طيب هي ما بعرف وين في كمان انترنت. مرام مشان الله لاقي طريقة، لازم تلاقي لي طريقة. بس اهدي شوي، وانتي هيك ما فيني فكر. أنا بحياتي ما طلبت منك شي، مشان الله لاقي لي طريقة. طيب امشي.
مرحبا أسعد. أسعد مرحبا. مرام، والله فكرت حالي عم أحلم. بدي منك خدمة. هلأ قبل الخدمة وقبل كل شيء، قولي لي شو أخبارك؟ منيحة. قديش يعني منيحة؟ يعني منيحة. بعرفك صديقتي هيام في عندها مشكلة وبدنا إياك تساعدنا. إيه على عيني، تفضلي. شكرا. تزوجتي لصفوان؟ حكالك عصام؟ لا، صفوان إجا لهون وصار يدقدس عنك وعن عصام. حلو كتير. إمتى هاد الحكي؟ يعني من شي 3-4 شهور. شو قلتوا له؟ يا ستي ريحناه من شكوكه بدليل إنه تزوجك. إيه كان بلاها؟ والله أنا حاولت كيف بلا عنك بس يبدو إني ما نجحت. الله يسامحك. مريني مرام. بدي إياك تدور لي على موقع منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان. إيه؟ هيومن؟ كوميتي؟ كوميتي؟ أوف هيومن رايتس. أوف هيومن رايتس. هلا بتفوت على هذا الكوميتي وبدي تدور لي على شخص اسمه رياض الخالدي. هلا هو بمركزهم باليونان بظن. رياض يونان. ايه كاليدي. شوفي لي هي هيك بتنكتب؟ شوفي هي ما بعرف. طيب انا اليوم رح اطلب هاي المعلومات على ايميل اللجنه بس بدكم تنتظروا شوي. قديش يعني؟ يعني خلوني ادور على راحتي، بكره الصبح اتصلوا فيني. طيب بلكي ما كان عم يشتغل هنيك. بيقولوا لنا انه الشخص المطلوب مو عندنا. طيب على كل الاحوال اسعد شكرا كثير. ولو يا مرام بدنا خدمه. هدول تليفونات المكتب وانا رقم تليفوني عندك، اذا صار عندك اي خبر خبرنا. ايه على راسي. شكرا كثير. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. وتمر الأيام في الانتظار. هيام تنتظر وأنا أنتظر. أنتظر ولا أعرف ما الذي أنتظره في هذا البيت الغريب. بيت ليس بيتي، جدران لا تنشر إلا البرد. هذا البرد، البرد. ألو. مرحبا. أهلين فيحاء. خاب أملك ما هيك؟ لا بس فكرتك هيام. حماتك كانت عندي من كم يوم وعتباني عليك كتير كتير. بالله؟ ما بدك تسأليني ليش؟ لأني تزوجت ابنها ما؟ والله معك حق بس أنا عم أقول لحالي هي كتير كتير معصبة عليكي وأنا ما بدي إياها تسمم لك حياتك، فشو رأيك نصالحكم؟ وكيف برأيك هالصلحة حتكون؟ بعزمك لعندي انت وياها ومنقعد منحكي على رواق، يعني بلكي. انت برأيك هي بدها تصالحني؟ وانت؟ بدك رأيي بصراحة؟ ايه طبعا. وبدون كلمات كبيرة مثل الأصول والواجب وشو بدهم يحكوا علي العالم. أنا بصراحة ما عندي أي رغبة صالح، بعدين بشوف هي حكمة تأذيني. ها؟ والله يا فيحاء أنا ورطة صفوان ما بتهمني أبداً. إذا بتحب تقولي لها الحكي على لساني أنا ما عندي أي مانع. إيه أوكي باي باي. أمي قالت بدها تصالح؟ غريب. شو الغريب؟ إنك تسأل. شو قصدك؟
ولا شيء. كمان من كام يوم كنت عم بحكي تليفون واجيت انت وما سألتني عن شيء. بكون ما انتبهت. مع انك عادة شديد الانتباه. شو بك اليوم؟ ما أنك ملاحظ إنك من 3 أيام ما حكيت معي ولا كلمة؟ عن شو بدنا نحكي؟ عن الطقس. ليش هيك؟ شو ليش؟ ليش كل هالاحتقارات؟ أنا ما بحتقرك. تأكد؟ ولو أنت زوجتي. ما معقول أحتقر زوجتي؟ وأنا كمان لازم أحترمك لأنك زوجي، ما هيك؟ يبدو اليوم مزاجك مو منيح. بالفعل أنا اليوم مزاجي مانو منيح أبداً. وأحسن شي تعمله لما بيكون مزاجي مانو منيح هو أنك تحمل حالك وتتركني وتمشي. ممكن أفهم هلأ شو اللي بيريحك؟ آسفة آسفة، عندي إحساس إذا بقول لك كمان جملة حتقلي شو ناقصك؟ أنا لما بكون مزاجي مو منيح بحاول إني ما أزعج حدا وبحاول إنه ما حدا يتحملني. أنا هيك بعمل لما بكون مزاجي مو منيح. أبرز المطلوبين: داوود باديني متورط في الجرائم الرئيسية التي شهدتها كويتا، وأنه هو الممول والمخطط. الحملات التي تشهدها كراتشي تزامنت مع إجراءات أمنية في العاصمة إسلام آباد. ألو، أهلين أسعد، شو صار شي معك؟ ما بتقدر تقلي هلا على التليفون؟ طيب خلص ماشي، بعد الدوام بمر لعندك. أوكي شكرا. شو بكي هي؟ اتصل أسعد؟ اتصل بس ما قال شيء، قال ما بده يحكي على التليفون. شو يعني ما بده يحكي على التليفون؟ قلت له بنمر عليه بعد الدوام. بعد الدوام؟ طيب ما فهمت منه شيء؟ ما فهمت منه شيء، بس يعني صوته عادي ما في شيء. قومي. وين نروح هلا؟ لبين ما تطلعي توقفي تاكسي بكون حكيت مع المدير. ايام بس شو بدك Dear sir, regarding the information you requested about Mr. Riyad Al-Khaldi, we are sorry to inform you that we don't have any information about Mr. Khaldi up till this moment. We will inform you with any new information as soon as possible. Regards, Nicholas Dimitrios. Human Rights Watch, Athens. شو يعني؟ يعني ما عندهم معلومات عنه. هلا بعدت ورانا مشهد انه ما عندهم معلومات عنه؟ الجواب مختصر كتير، وكأنه ما بدهم يقولوا، وما في شيء بدل إنه ما بيشتغل عندهم. بس كمان ما في شيء بدل إنه بيشتغل عندهم. واضح إنه متحفظين كتير، والصيغة إنه ما عندهم معلومات حالياً. ما فهمت. أنا اللي فهمته من الجواب إنه حتى هنن ما بيعرفوا وينه. يعني اختفى؟ هذا الحكي ما بيعني إنه اختفى. لكان شو؟ يعني هنن كمان ما بيعرفوا وينه. أو ممكن يكون ما بدهم يقولوا. أو ممكن يكون بيعرفوا وينه بس ما بدهم يعلنوا. ممكن كل شيء. إذا بتدقق بالصيغة بتلاقي إنه هن كانوا بيعرفوا وينه بس فقدوا الاتصال فيه مثلا. فهمتي شيء؟ يعني هلأ المهم إنه هن بيعرفوا شيء بس ما بدهم يقولوا. لهالسبب ردت فهمكن هذا الشيء ونتناقش فيه لحتى أعرف شو بدي أتصرف. لا الحقيقة فدتنا بكتير شغلات وصلنا نعرف كتير أشياء مهمة. آسفة أسعد بحكيك. طمنية انه انا رح اسال عنه كل يوم. يام يام شو بكي؟ انا حقيرة، انا عن جد حقيرة. لك ليش هيك عم تحكي؟ رياض اكيد صاير له شيء. بتعرفي وقت اسعد كان عم بيحكي انا شو صار معي؟ لا انا انبسطت، لك فرحت، قلت لحالي رياض ما تركني، يعني في عنده عذر. لك تصوري تصوري انا اللي بتقولي عني نبيلة وقلبي كبير. معلش روقي هي، قلتك بيكون صاير له شيء. ما بعرف
بس إن شاء الله لا. خلينا نمشي. أي؟ وهي المصاري صارت كاملة. ضبن ضبن. بدي دق لرفيقتي سمر وخبرها إنه رايحين على الشام. هات التليفون. راح تتمنفخ على رفقاتك. هي دائما بتتمنفخ علي. رامز. أنت أكيد جاهز تنتقل. صار لازم نرجع ما هيك. هيك. مشتاق كتير للشام. قصدك للجامعة وللحب. يعني. الله على الغزال. فضوا بغراضك. أيوة. بدك تروحي معي؟ بتطول؟ إذا بدي طول ببعت وراكي. طيب. تفضلي. اشربيها. تصوري. مو جاي عبالي أكل. لا ما بصدق. خليكي نامي عندي. طيب ليش ما نروح أنا وياكي لعند صفوان؟ مو أريح؟ ليش كم تقولي لعند صفوان؟ ما بعرف، يمكن لأنه ما بحس إنه بيتي. أنتي كمان مو منيحة. أنا كمان مو منيحة. لكن خلينا نضل هون أريح لي. صفوان بيحكي شيء؟ صفوان. صفوان بجوز ما ينتبه. مساء الخير. مساء النور. انتظرني بالسيارة هلا بجي. بقدر افهم شو قصدك من هالحركات؟ ما عم بعمل حركات انا، بس رياض اختفى وهيام كتير متضايقه وما حبيت اتركها لحالها. كان فينك تتصلي. ما فكرت انك رح تنتبه. انتبهت. خاب املك. بالعكس، لما سمعت صوتك كتير فرحت، بس خايفه اتفائل فيك. ما عدت اقدر على خيبه الامل. لسه بتقدري تتفائلي؟ مع انه ما في سبب. بدك تبقي هون مشان ما اترك ايام لحالها. اوكي. طيب تصبح على خير.
قلت لك عديتهم. أنا بحب عد المصاري. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي خربطني منيح. حلو، يعني ما عاد في مجال للتراجع. أي تراجع هاد؟ وأنت؟ أنا شو؟ أنا مزح معك مشان أخرب لك بيتك. طيب وهلا؟ ما عم يقبل ينزل بالسعر. ولأمتى؟ هلا كبرتوا على 100,000 ليرة؟ إيه بدنا نبدأ. نستنى يومين ثلاثة. ومين قال لك إنه حنستنى يومين ثلاثة وبس؟ لك يا أخي أنا بياع. مع مين عم تحكي؟ مع هيام. ألو مرا؟ وين هيام؟ شو عم تعملوا بالبيت؟ يعني لسه مالكم بالشغل؟ اليوم الخميس مو الجمعة. طيب هلا بعد شوي بمر لعندكم. مع السلامة. شو بهون؟ ما بعرف بس قال انا اروح لعندهم احسن. سمعتوا شيء؟ لا صار لهم يومين ثلاثه ما اتصلوا. لك يا بنتي شو بده يصير له؟ ما اسمه منظمه الدفاع عن حقوق الانسان، يعني منظمه مسالمه، لا بتصف ضد حدا ولا بتوقف مع حدا ولا بتحارب حدا. ومع ذلك شوف حظ، هي اختفى رياض وما حدا بيعرف وين. انا لازم اروح على الشغل. شو بدك تقلي له؟ بخترع شي كذبه. ترجعي لعندي؟ ايه اكيد، بيجي باخدك بنروح سوا. يلا باي. بتعرفي لازم اوصل هلا ما بتلاقي تاكسي. ايه روح بس لا تطول. لا لا. مرام؟ مرام؟ خليني وصلك. لا شكرا ما في داعي. خليني وصلك ما بتلاقي تاكسي. لا بلاقي، ما لازم نترك ايام لحالها. وبعدين ما بدي توصلني. ليش؟ هيك مرام انت منيحة؟ انا منيحة كتير منيحة. وانت؟ انا منيحة، بعت المكتب وجبت المصاري اليوم وعماد بكرة. عظيم كتير. شبك مرام؟ ولا شي. خلص روح رامز. كنت أخشى أن أضعف ورامز أمامي، كنت أخشى أن أنهار أمامه. فماذا سيفعل؟ كيف سيساعدني؟ ماذا يستطيع سوى أن يشعر بالعجز؟ كانت قواي تنهار. كنت أشعر باقتراب كارثة محققة، لا أدري ما هي، ولكن كانت هناك سحابة سوداء قاتمة تغلق السماء، تمنع النور، تحجز الهواء، وأنا لا أستطيع التنفس. كنت أبحث عن حل لتلك المشكلة. الغريب في الأمر أن مشاعري تجاه صفوان بدأت تتغير، فكلما ازداد بعداً هو الذي لم يكن قريباً يوماً، كلما أثار هذا غضبي أكثر وازدادت المشادات بيننا، وكنت دائماً أجد سبباً له. الحكومة ادعت مرات عديدة فيما مضى أنها اعتقلت المتورطين في أحداث العنف، وعلى الرغم من ذلك فإن الأحداث مستمرة، مما يجعلنا نتشكك في صحة ادعاءاتها، وأعتقد أن هذه الأحداث ستستمر إلى 10 سنوات قادمة. أنت بتحب حدا؟ لا. قلب بارد وعقل ساكن. ليش انت بتحبيني؟ انت من شو معمول؟ من الفراغ. جبلته بالفراغ. مشان هيك كتير بخاف لما اطلع عليك. ليش زوجتيني لك؟ غلطة. قلت لحالي بلكي هالمرة بسمع كلام الناس. كلهم مقتنعين انه هي كتير فرصة كبيرة واني انا ما لازم ضيعها من ايدي. معهم حق. يعني بجوز، ما بعرف، يعني يفترض انت تتشبسي فيني منيح. بجوز بس انا ما لازم اتصرف هيك. اكيد طبعا، لانه انت وحده متميزه. الانسان لازم يسمع كلمه حاله. طلقني. لا تحلمي اني طلقك. ليش؟
شو بدك فيني؟ أنا اخترتك لحتى تكوني أم أولادي. أخيراً قلتها؟ أنا ما كنت مخبية، بعدين ماني شايف فيها شي بجرح. ليك صفوان، أنا ماني باسمة ولا تحلم بعمرك إني أنا أكون مثلها. هي أكيد أنت مانك باسمة طبعاً، بس شو قصدك؟ قصدي إنه أنا لما بدي أجيب أولاد بدي أكون قادرة إني ربيهم بالحب، وأنا متأكدة إنه أنت ما بتعرف تحب أبداً. أنا متأكد إني بدي أحب أولادي. ومتأكد كمان في حدا ما بيحب أولاده؟ أنت وأبي. وتقارنيني بأبوكي؟ عفواً مشان الله لا تواخذني، أنا بعتذر منك، يعني أنا بعرف الفرق بيناتكم، بس تعرف شو؟ بغض النظر عن الفقر والغنى، أنتوا اتنيناتكم بتشبهوا بعض كتير كتير كتير، اتنيناتكم بلا حس وبلا قلب. صايرة عم تعرفي تجرحي كمان. تعلمت منكم. مرام فيكي تساعديني؟ بدي اكتب شغلة. شو بدك تكتبي؟ بدي اكتب رسالة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، بدي ابعت لهم اياها بالإنترنت، بركي إذا عرفوا إنه أنا مرته بيقولوا الحقيقة. ايه حاول. شو نكتب؟ لا بقول لك أنا هيام حداد زوجة رياض الخالدي. أرجو إبلاغي في حال توفر أي معلومات لديكم عنه. قلتك بيكون صاير له شيء؟ ما بعرف. خايفة يكون عم بيتعذب. مين بده يعذبه؟ ما بعرف. شي مجرمين. يا هيام شو بدهم فيه المجرمين؟ الدنيا في شر كتير. ليش عم تكوي؟ ليش لحتى ما اكوي؟ بعطيهم على المصبغة بيكووا وانا بجيبوه. لا معلش هدول تيابي. تيابك انت اللي بعتهم على المصبغة. يا لطيف قديشك شرسة. طلقني. لا تحلمي. هيام حط لك زيتون مع اللبنة. حطي اللي بدك اياه. نعم حضرتك السيدة هيام؟ أنا. حضرتك زوجة السيد رياض الخالدي؟ إيه أنا. تفضل. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كيفك مدام؟ أهلا وسهلا، تفضل. نحن آسفين بس والله ما عندنا خبر إنه السيد رياض تزوج. من زمان؟ لا. امبارح بس وصلنا الإيميل منك، وبين ما لقينا العنوان تأخرنا عليك. ما خطر لي انكم حتدوروا علي، لو كنت بعرف كنت كتبت عنواني بالتفصيل. مو مشكلة مو مشكلة مدام. أنا هون. شو صاير؟ السيد رياض سافر على ليبيريا بمهمة يومين أو ثلاثة واختفى،
طبعا هنيك في فوضى وما حدا بيعرف شيء. هو كان المفروض يتصل فينا كل 24 ساعة على الأكثر كل 48 ساعة، بس ما اتصل ونحن مستعدين نوقف معه لآخر لحظة. ممكن أخذ رقم تليفونك منشان اتصل فيك إذا عرفت أي شيء؟ أي تفضلي مدام. شكرا. تفضل. شكرا. طيب مدام أنا بستأذن. الله معك. ولم يكن هناك أمام هيام سوى الانتظار. كنت أقضي عندها معظم وقتي، وفي تلك الأوقات الضئيلة التي كنا نلتقي فيها أنا وصفوان كنا نتبارى في من سيؤذي الآخر أكثر، في من سيجرح الآخر جرحاً أعمق. الحملات التي تحس أنك عم تعاقبني على ذنب أنا معهم، في العاصمة إسلامباد، أو يمكن أنا أذنبت بحقك وما عم بعرف شو. تباتي ونحن عم نتخانق لأنه أنا عن جد ما عم بعرف شو قلتلك. ما قلتي شيء أنت أبدا. كان ليش حياتنا خربت من قبل ما تبدأ؟ أنت لساتك صغيرة حبيبتي وعندك أمل بالسعادة. أمل بالسعادة ذنب؟ حق ماركي. المشكلة فيني أنا. طيب كمل رسالتك، اعمل اي شيء. عرفت انه بدك تقليلي هيك. الرسالة هاي ما عاد لها اي طعم نهائيا، ما في شيء له فايدة خلاص. ليش؟ الناس بعدها عايشة. الناس ما بدها شيء. انت اللي ما بدك شيء. انا بدي اولاد. كل ما بتحكي عن الاولاد بتذكر المسكينة باسمة اللي جوزتها لعماد. قلت لحالك انا كمان بتجوز وحدة مثلها، فقيرة وما بتنق. انا ما فكرت بالموضوع. وحدة رح تضل حاسة اني انا فضلت عليها وانه اللي صحح لها. قلت لك ما فكرت. اللي صحح لها ما كانت رح تحلم فيه. وأنا كل يوم عم أقول لك شكرا، كل يوم عم أقول لك شكرا 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 شكرا. قلت لك لا. ليش ولا أتجوز وحدة من مستواي مثل ما بدها أمي؟ وحدة ما رح أقدر دبرها، وحدة بدها حياة زوجية مثل كل الناس. بتزوج وحدة مثل باسمة. باسمة ما بتضايقه أبدا لعماد. باسمة ما بتستجري تدق له تليفون لعماد. باسمة شو ما بيعمل لعماد بتقول له شكرا. مرام اهدي. بس انا خيبت لك املك. انا طلع صوتي عالي وما ببل. مرام قلت لك اهدي، مو انت السبب. انت شو بدك مني اه؟ المشكله مو فيك، المشكله فيني انا. انا اليائس، انا اليائس مثلك ثلاث ارباع رجال هالامه. بعد كل هالهزائم وكل هالخيبات ما بقدر ما احس بالعجز، ما بقدر ما احس بالنقص، بقدريه وضعي، بعجزي، بتغيير اي شيء. مو على كيفك كون سعيد، انا ما بقدر كون سعيد. ما بقدر ما اشوف الا العتم، عتم. بس أنا مرة وبدي أعيش، بدي بيت وبدي أولاد وبدي رجال يشاركني حياتي. كل خيبات الأمل اللي عم تحكي عني هاي ما بتعني لي أي شيء. كل الخسائر اللي عم تحكي عنها ما راح تخلي غريزة المرة فيني تموت. أنا ما بقبل موت، ما بدي موت، وما بقبل إني أجيب أولاد من واحد ما بيعرف إنه يحب وما إنه شايف فيني أكتر من وسيلة للتكاثر. أنا ما بقدر ضل هيك، هيك ما بقدر أبقى أبداً. أنا لازم أتحرك لقدام، وإذا ما تحركت بموت. الحياة والموت مو بإيدنا. هل أنا عايش مثل ما أنك شايفة وعم موت؟ السبب الوحيد اللي بخليني متفائل وعندي أمل هن الأولاد. الأولاد بس اللي برجعوا لي الأمل. إن شاء الله الأجيال القادمة يا رب تكون أحسن مننا. طيب وإذا ما مشي الحال شو بنعمل؟ نكون جبنا أولاد على الفاضي؟ لوين بنرجعهم وقتها؟ تعرفي أنت أحياناً بتكوني متوحشة. متوحشة وما في بقلبك رحمة. كيف بدنا نكمل هيك؟ مثل ما نحن. لا لا ايه. رئيسية والوزارات والمطار وأماكن. ميرام لم أعرف في ذلك اليوم
إن كنت قد استدعيت شبحه من خيالي أم أنه قد أتى حقا، لكنني رأيته اقترب مني، اقترب، مسح بيده على شعري، فاستفاقت ذاكرتي كلها. وددت لحظتها أن أخبره بأن أمي قد ماتت، وددت أن أخبره أشياء كثيرة، ولكنه ابتسم لي واستدار ثم ذهب قبل أن أستجمع شجاعتي وأقول له كلمة واحدة على الأقل. ذهب ولم أراه بعدها أبدا. شو رأيكم؟ شو رأيي يا مبدأ؟ بجنن، بيسع كل شيء. بس أنت مالك غرفة مكتب. هو أبدأ أقعد لك؟ بس نجي ونظبط كل شيء، تجي أنت وتلاقي لك شيء مكان تقعد فيه. وشو رأيك جيب طاولتي معي كمان؟ واردة. ما بتخيل يكفونا المصاري بس. نعرف، ما في داعي تفكر. شو لك؟ لازم لاقي فريق ثالث. ليش ما نحكي مع عصام؟ لا لا، عصام ما له مصلحة. أنا بشوف فيحاء. هلا خلو عصام لاخر شيء، يعني عشان اذا ما لقينا شي طريقه ثانيه. انا الشيء اللي ما كنت افهمه انه ليش منام؟ لانها بدها تتطلق. شو؟ هي قالت لك؟ لا، بس ما عم لاقي غير سبب. يعني هي لو قالت له قال لا، كنت فكرت بغير شيء، بس هي ما بدها تحكي. احكي معه انا؟ لا لا، لانه اذا كان الحكي اللي عم يحكيه امين مزبوط، ممكن تترك هي اذا عرفت انه صفوان حيدخل معنا. تترك؟ أساساً هي ما نحطة ولا قرش بهالمشروع. بس هذا مشروع وهلأ صار مشروعنا. يا أخي هي بتفهم بالنشر. منجيب موظف بيفهم بالنشر ومنسميه مستشار فني ومنعطيه راتب آخر كل شهر وخلاص. مرام رح تشتغل معنا ببلاش، معنا ومثلنا. إذا صفوان بحط مليونين ثلاثة بالمشروع، بصفي اللي بدنا نوفره من راتبه مو محرز، ولا أنا غلطان؟ ألو. مرحبا. أهلين أمين. كيفك؟ منيحة. شو بدك؟ لازم شوفك. والله صعب يا أمين، أنا كل الوقت عم ضل مع هيام، للمساء لأرجع البيت. ضروري. طيب خلص، بمر لعندكم المسويات. لا، أهلي اليوم معزومين على الغداء، تعي بعد الدوام. طيب باي. باي. عاتبك ولا بلا؟ بلاها. ما بدك تحكي لي؟ كله مكتوب عجبيني. رح تطلقوا. ما عم يقبل. عادي عادي لقلي. نحن ناقصنا مصاري. وأنا مستحيل إني بعرف إنك ما رح تحكي مع صفوان، بس مو هون المشكلة. المشكلة إنه ما في حدا ينقذ المشروع غير صفوان. يعني نحن ما بنعرف حدا معه مصاري غير صفوان. أبي وافق على جهاد بالغصب. شو يعني؟
يعني إذا أنت ما بدك تحكي معه أبي رح يتصرف. إذا صفوان بيدخل على المشروع أنا رح أنسحب منه. مرام شوفي، عمو رامز باع كل شيء، بابا باع المكتب، يعني هنن الاثنين إذا تأخر المشروع ما رح يلاقوا أكل ياكلوا، وأنت بتعرفي إنه هنن الاثنين مسؤولين عن عيال. شو يعني؟ أنت لحالك فكري شو يعني؟ يعني رح تتخلوا عني مشان صفوان؟ مو مشان صفوان، مشان المصاري، صرنا فايتين بنص المشروع وعم نطلع موافقات. خلص خلي عماد يحكي مع صفوان، أنا منسحبة من المشروع. إيه ماما أنا منيحة. لا ما بقدر أجي لأنه ما بقدر. ماما مشان الله طولي بالك، والله ما ليح أعمل بحالي شي. لا ما سمعت شي، لو عرفوا كانوا خبروني. ايه اكيد بخبركم. شو كلكن هون؟ طيب ماشي، سلميلي على بابا واخواتي. يلا باي. Oh.